بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة فيها من حيث لا ندري، صلاة فيها النصر كما كان في بدري، صلاة فيها النجاة وتبديل العسر باليسر. يقول ربي سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أي حاجة تشوفها أنت مصيبة وابتلاء، وأي حاجة تحسها أمر كبير ومشكلة، حط في بالك راهي مسجلة ومكتوبة عند ربي من قبل ما يخلق السماوات والأرض، مكتوب في علم الله أنه يصير كذا وكذا في الساعة الفلانية. طيب يا ربي عليه كتبت هذا؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. باش ما تقولش لو عملت كذا وكذا راه صار لي كذا، راني ربحت وإلا نجحت وراني، ولا تفرحوا بما آتاكم. باش ربي كيف يرزقك وينعم عليك ما تقولش إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون. لا خويا الغالي، أختي الغالية، المصايب والابتلاءات اللي تشوف فيها في الدنيا مقدرة، أي نعم مقدرة ومكتوبة، ولله سبحانه فيها حكمة. يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود ناس يوم القيامة لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء، لما يرون من ثواب أهل البلاء. وقت ما يكون واحد من أهل البلاء وهو ثابت وصابر ويقول الحمد لله يوم القيامة، وقت الناس يروا الثواب اللي يعطوه لربي يوليوا يتمناه ولو أنهم كانوا مبتلين كيفوا في الدنيا. صحيح احنا نقول اللهم إنا نسألك دوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية، لكن إخواننا اللي ابتلاهم ربي بفقر أو ابتلاهم بدين أو مرض أو شيء من مصائب الدنيا، هذا منقول لهم يا خيان الصبر. الصبر هو اللي باش يفتح لك أبواب الفرج، الصبر اللي هو اللي يسجل لك جبال من الحسنات، الصبر هو اللي باش يخليك حبيب الرحمن. فالرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه، كما يقول ابن القيم: الدنيا يا خياني لو ما فيهاش ابتلاءات وصبر ومصابرة ومجاهدة راهي تفقد لذتها. لو الأيام كلها سعادة وصحة وكلها فلوس وكلها نجاح وكلها أفراح راه الإنسان طغى. لكن ربي سبحانه يبتليك بشوية مشاكل أو مرض أو ضيق باش ترجع وتقول يا ربي لك الحمد، باش ربي يحسسك بطعم النعمة اللي أنت عايش فيها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله الله، وبشر الصابرين، ويبتليك باش يرفع لك درجتك في الآخرة وينظف لك صحائف سيئاتك. ولا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. صحيح أسعى وحاول، لكن خلي تعلقك الأول بالله سبحانه. لو عندك مرض تعلق بالله، لو عندك ضيق تعلق بالله، لو عندك هم أو ابتلاء تعلق بالله، خاطر سبحانه هو الوحيد اللي قادر يفرج عليك ويخرجك من حلق الضيق إلى سعة الطريق. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأصل الصبر يا خياني هو أنك تخرج نفسك من دائرة الضيق اللي أنت فيها وتعيش لحظات تنسى فيها الدنيا الكل، تشد سبحتك وتذكر ربي وتخرج من إطار الهم اللي أنت فيه وتلتجئ إلى الله باش تنجم تحتسب وترضى وتغزر للنعم الأخرى اللي من بيها ربي عليك، وتقول من قلبك الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. يا ربي اجعلنا من الصابرين وارزقنا الصبر على الابتلاء والبلاء يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش توصلك موعظة كل يوم من عند الشيخ بلال بن محمود، أبعث SMS فيه كلمة موعظة على الرقم 853 53. أعيد 853 53.